ده تتويج لشيء رائع تم خلال الفترة اللي فاتت، وهو مشروع جبل التجلي في مدينة سان كاترين، مدينة الأديان والتسامح. خلينا نقول إن كل خطوة وكل موقف وكل حاجة بنتقدم فيها اتجاه الخريطة السياحية المصرية أو أي ركن من أركانها، ده بيكون خطوة للأمام اتجاه التصويت السياحي الدولي وشهادة أمام العالم أن مصر مقر سياحي قوي جدا جدا يستحق التوجه إليه. صحيح يا فندم. الجائزة كانت إعلان عن هذه الشهادة، الجائزة كانت تتويج عن تعب أنا أقدر أسمي وأقول أبطال قاموا بمجهود رائع خلال الفترة اللي فاتت. أقدر أقول إن الجائزة تتويج لهذه المدينة الرائعة التي تتسم فعلا بالتسامح. وعايز أقول إنه جائزة دولية من اتحاد دولي مثل اتحاد الأفرو آسيوي، جائزة أفاسو، دي جائزة برضو رمز وحاجة مش يعني نقدر نقول جائزة رفيعة المستوى. فده بيحطنا في الخريطة التسويقية لخطوة في الأمان، بيحطنا في الخريطة التسويقية لحتة فيها صف شوية، فيها حتة كده تأخذ مكانة وسط الخريطة السياحية العالمية. لأن النهاردة أي سائح يحب يتحرك لأي مقصد سياحي أكيد في دوائر بحثه وهو بيبحث هيطلع له 7 محركات البحث. أول شيء المدينة التي حازت على جائزة دولية رفيعة المستوى مثل مدينة سان كاترين، فبالتالي ده يأثر على نسبة السياحة في مصر. احنا نعمل هذا، خلينا نقول احنا في ظل نفس التوقيت بنواجه تحديات معينة، بنواجه أمور معينة، لكن زي الأحداث اللي في الشرق الأوسط أو في الوضع الإقليمي، فمن ناحية أخرى إحنا عندنا يعني إجابة سلبية، عندنا حاجة جيدة جدا جدا، حدث رائع وفي نفس الوقت حدث بيواجهه ناحية ثانية، لكن عايز أقول في ظل المواجهات دي نأمل إن هذه الجائزة تساعد أكثر في الاستجذاب، لأنه المنطقة الخاصة بجنوب سيناء بالكامل هي منطقة متوترة بطبيعة أحداث المنطقة. صحيح. طيب يعني خليني برضو بما أن حضرتك معايا أستاذ هاني نعرف آخر تطورات مشروع التجلي الأعظم. الحقيقة احنا تقريبا شبه انتهينا من المشروع، في بعض التحديثات البسيطة أو الإنشاءات البسيطة، لكن بشكل عام احنا وصلنا إلى مستوى جيد جدا من إتمام المشروع وقريبا جدا. وعلى فكرة خلال الأونة الماضية كان في احتفالات وكان في حاجات شهدت الانتاج الجيد والصنيع الرائع اللي تم في مدينه سان كاترين، وبناء عليه قريبا جدا يعني سنكتمل تماما من هذا المشروع، وسيشهد العالم شيء مبهج وشيء غير مسبوق في هذه المدينه تتسم بالتسامح في العالم كله. يعني الافتتاح ممكن يكون خلال 2025 مظبوط؟ ما فيش اي تكهن باي ارقام، لكن جميعا نسعى للافتتاح قريب جدا علشان يعني اكيد كلنا بنعمل على قدم وساق يعني مكان تلو الاخر علشان ننتهي منه ونعلن للعالم عن ان مصر قادره باعلاء كل ما هو لديها من مفردات في الخريطة السياحية وتشهد بها أمام العالم أنها تستحق أن تكون مقصد سياحي.